اوكي يا دكتور الكونفارم ماشي، انا معاك ان هو هيبقى بحيث ان انا اتكلم. يا سلام يا سلام، الوقت بيجري. ممكن تقعدوا في البيت. هي ما بتتكلمش معايا. سكري برتقالة سكري. ما هو بساتين كله بساتين. جين باكس and monitoring important for the culture. In maintaining important cultural cultivars and improving its performance under desert conditions, ثم هي الدكتور وائل موسى، ثم هيالي the sustainable maintenance and utilization of plant genetic resources in Egyptian deserts. وهيقدمه الدكتور محمد حمدي. دكتور وائل موسى رئيس محطة جمال سينا الشيزاي اللي عرض ذكرها واللي احنا بنطمنكم عليها طمأنة شديدة، وزورونا في 25 ابريل القادم تجدوا رئيس الركن. شرفونا شرفونا. مش للضرير مش للضرير. الناس كتير بتروح يعني. احنا الجزء بتاع البنك واللي تم فيه والتطوير واللي هيكون فيه اخويا الدكتور محمد، انا هتكلم عن تجربتنا البسيطة مع موضوع الحفظ العقلي لبعض الاصناف البستانية المهمة. الكلام بدأ عندنا في المحطة بسنة 96. عملنا كانت البداية مع طبعاً إحنا مركز بالصحراء، الأصناف البستانية اللي بنشتغل بها في مركز بالصحراء محدودة، يعني ما نقدرش نخش في نطاحية نقول مانجا موز زيتون رمان لوز، يعني أصناف محدودة اللي بنقدر نشتغل عليها. فبدأت الموضوع مع مجمع وراثي محترم لأصناف الزيتون، وكانت ضربة البداية من عند أبساد الدونة أصناف مزروعة يعني ليها قبول عند المزارع. يعني مثلا لو نتكلم في الزيتون احنا عندنا 50 صنف مثلا، سنه 96 97 كنا بندي درجات، انا بقيم فسيولوجي ومورفولوجي ومحمد والفريق بيقيمه وراثيا. الترتيب مثلا كان 1 2 3 4، السنه دي اللي كان رقم 1 في مقاييسنا احنا بقى رقم 14. يعني مثلا في 97 كنا بنقول مثلا صنف زي المنزلين ده صنف خطير، دلوقتي احنا لما بيجينا مزارع بنقول لا ما تزعقوش ازعق كذا وكذا وكذا وكذا. وسيله رخيصه لانك انت تحفظ الفاكهه للحفظ الحقلي. طبعا لان انت الحفظ الحقلي مقارنه في الانسجه او في الاجزاء النباتيه ايسر كثيرا من الحفظ. يمكن الحفظ البذور في البنك عمليه ممكن، لكن حفظ الاجزاء الخضريه موضوع، خصوصا في لو حصل ضربات زي اللي حصلت دي الموضوع بيكون معقد يعني. لما تتكلم في صنف الفاكهه، لو انت مثلا قلت مثلا ايري جراند في الـ في الـ في الخوخ يكثر معروف باجزاء خضريه. يعني لو انت حطيت مجموعه اصناف من نوع واحد زيتون مثلا او لوز مثلا او رمان مثلا، تقدر بتفاعلها مع البيئه اللي بتتغير كل يوم بتقييمات تخرج بنتائج مختلفه وافكار مختلفه، وده ينعكس ان احنا دايما علاقتنا بالمزارع متصله. انت ايه جديد عندك تعمله لي؟ انا دلوقتي الملوحه زادت لان السحب جائر من الابار في شريط الساحل في الشمال عندنا، الملوحه بتزايد، التغيرات المناخيه طبعا الامطار بتقل، درجه الحراره بتزايد عن معدلاتها، جفاف بيزيد، بيحل لي مشكلتي. فالعمليه بتبدا عايز حل سريع وناجع
وبسرعه. احنا بالامانه الشديده لقينا موضوع الاصناف بيحل هذا الاشكال. يعني بيحل هذا الاشكال. مثال بسيط، احنا في عندنا مع السحب الجاير وتمليح الابار حصل في موضوع الزيتون بيظهر بعد سقوط الامطار الذهول في السيليوم. مرض دايما دايما اللي بيحصل انهاك للجذور بسبب عوده الاملاح على حواف مخروط الابتلال، بيحصل صدمه الكائن موجود في التربه بيصيب النبات وبيحصل نفوق كتير. فنبدا نقول له طيب احنا جربنا مثلا في دراسه يعني ماجستير بيقوم بها احد الزملاء تجارب يبحث دايما دايما بنوصل ليه استخدام صنف مقاوم، نشوف مين الاصناف اللي بتقاوم التفاعل مع هذا المرض، وبنوصل لنلاقي ان الصنف ا احسن من الصنف ب والصنف ج. لما كان عندنا احنا بدانا بموضوع الزيتون فكرنا مع واحنا بنعيد تجهيز البنك ان احنا نتوسع في تجربه المجمعات الوراثيه، انشانا مجمع وراثي لاصناف الرمان، لان احنا برضو ده يمكن النوع النبات اللي بيزاحم الزيتون في تحمل الملوحه. كان اللوكيشن بتاعنا طبعا احنا بنتوقع حوالي 35 كيلومتر عن مدينه العريش وحوالي 12 كيلو من خط الحدود مع رفح. يعني الجيم بانك هنا فيه ثلاث غرف اللي هم اللونج تيرم والشورت تيرم والدراينج. دي الكابسه بتاعتنا. الحقيقه طبعا مواقع كثيره تناولت السرعات اللي حصلت في الجيم بانك ومنها يمكن دايفرس نتورك كوبريشن معاهم كتير قوي كنا. ويعني الحمد لله الحقيقه انا بس هعرض نماذج الاسترويد واكيد صور الجيم بانك قبل كده هشوف الابديت اللي حصل قدام. يعني الحمد لله بنعمل ربنا علينا من الغرف الخامس ما حدش جاي جنبها. يمكن انا الحقيقه كلفت هذا الموضوع كان كذا مع والدتي في البوستر في تشاينا وان انا كنت اصلا في تشاينا جيم بانك فهي كلفت المركز كان يعني كان صعب عليا جدا ان انا يعني هي من التكنولوجيا اني اشتغل معاها بهذا بصراحه. ف يمكن ده اللي انا سيكونس اللي احنا يعني ابتدينا نشتغل عليه اوريدي كمان مش حاجه خاصه بينا يمكن تعاون مع بيرسي. يمكن ده بدايه عملنا طبعا ابديت الاجهزه الحقيقه وحطينا تايم تيبل لينا الحقيقه كان يعني حوالي سنتين والحمد لله احنا في تبديل 2013 قبل هذه المده بحوالي 6 شهور خلصنا. احنا من شهر 10 2011 ابتدينا نشتغل انا وزميلي بعدين الدكتور وهيب طبعا. كان اهم حاجه ان احنا طبعا تامين المكان وده ما يحصلش يعني الكلام ده كله. الحقيقه المركز توفر فند كتير قوي للابديت اللي حصل ابتدينا طبعا نعيد تجهيز المعامل الجديد تماما للبروسيسنج بتاعت الجيم بانك. تمام احنا لسه كنا متوقفنا تماما عن عمليه الكوليكشن عشان الواحد واضح يعني كان قوي ان احنا نعمل ايفالويشن الماتيريال عندنا وصلت لحد فين الفايبرنت بتاعتها نعمل كمان كذا مره تقدير ايه كل السيستم عندنا. ممكن دي بس الصور المعامل الجديده طبعا السي دراينج الكوميونيكيشن. تمام طبعا احنا يعني عملت الفايبرس دي الكوميونيكيشن السيستم بتاع الكوميونيكيشن التوثيق بتاعنا. المعشبه قعدنا نتكلم دي الحمد لله يعني المتاريال فيها في حوالي 700 شيف الحقيقه الحمد لله. يمكن احنا كان من ضمن الحاجات اللي عملناها خدنا سوفت كوبي خدنا هارد كوبي على الكمبيوتر ودخلناها على السيستم بتاع الدوكيومنتيشن عشان تبقى من ضمن اللي هي بس بتاخد نفس يعني حاول نعمل كوبي ان احنا نجمع نفس الكود نمبر بتاع نفس الحاجه بتاعتنا. والحقيقه كان مع موضوع ان احنا في عيد قومي سينا في 2013 عملنا اغنيه من الجيم بانك بحضور محافظة شبه سينا وأستاذ الدكتور برضه معايا رئيس المركز. والحقيقة ابتدينا بعد كده نكمل بقى إيه أهم نقطة عندنا إحنا خلصنا التطبيق ابتدينا في 2013 ابتدي الكوليكشن نعيد تاني لأن إحنا في سبيش دي طبعا إحنا بادين من 97 في حاجات الفيروس بتاعتها طبيعي اللي هي في اللونج تيرم بتاعتها في الغرفة بتاعت الحفظ المدى الطويل ابتدت الحالات بتاعتها طبعا تقل بنعمل ابديت. واحنا كمان كنا من ضمن الايفالويشن التيم بتاعنا احنا كنا جامعين اكسشن كتير قوي من نفس السبيشيز فابتدينا نرتب هذه الحاجات تحت
بارتيشن واحد يبقى اي بي سي دي هو على اساس يبقى نقلل العدد لان احنا عندنا حوالي 800 بارتيشن نمبر. الحقيقه عملنا كومبريس كاش كده ترتيب صح وطبقا لل يعني الترتيب الصح يبقى السبيشيز في منه مجموعه من كذا سايت وبياخد السايتس بتاعتها يعني. والتاني احنا بس هنتكلم بقى زي ما احنا بتاع الطالب بتاعنا هو جزئية الأوبزرفيشن ونقول ده اليوتيليزيشن ده الأهم اللي احنا بدينا نركز عليه في الفترة اللي هي الحالية. احنا طبعا ده الفيلد بانك بتاعه وفي أنواع كتيرة المورينجا والجيتروفا والبراميس الدياكا وفي نبو في حاجات كتيرة يعني مش شايفين في مورينجا طبعا اللي طبعا كانت مرسلة سنة 2008 من الكيو جاردن كانت أحد الكوبريشن بينه وبين الحركة المركزية الوطنية. لا 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 هي المورينجا ولا كده؟ بديل ولا حاجة ولا حاجة؟ المجمع هي ده المجمع اللي احنا عشناه. ابتدينا نعمل ابتدى توفر عندنا سيتس كتيرة كويس ابتدى نبيع منها جزء كده وابتدينا نعمل شهادات في الصوب الخاصة بالبنك الجنائي. ابتدينا الحقيقة نوزع المحطات البحثية اللي تابعة للمركز ده بننشر جزء منها يعني في دوار عشان نعرف نوع من النشر الانواع تمام. طبعا زي ما احنا عارفين مورينجا من خلال البيئة الجديدة في مصر ابتدى يحصل فيها تنمية جدا. دي احد المزارع في شمال سيناء موجودة حاليا يعني مورينجا بتتراكم تحت 4% درجة بلوحة وده مهم جدا ان انا عشان اعرف شمال سيناء ملزم او حتماني مستويات بلوحة الابار طبعا مع التغيرات المناخية اللي حاصلة في السنوات الاخيرة والابار كلها ارتفاع نسبه الملوحه حوالي 4000 5000 اقل من كده. شكرا مع السلامه. ورقة من الثلاث ورود اللي فاتوا من الواضح ان في مشكلة بالنسبة للأشجار الفاكهة والخضار. الحقيقة الموضوع ده مش جديد. حضرتك عارفة لما من 2007 بتعمل دراسة وذكر في عدد الأنسولانات المحلية من أشجار الفاكهة ومن الخضار لما تبطل بيها الأطراف والمحصيحة تلاقي ده انتصر الفعل وعددها كبيرة للصغيرة. فأنا أرجو إن يتحط في الريكومنديشنز بتاع المؤتمر إن هو تعدل أولاً وسائل الحفظ مهمة جداً ما اعتمدش على وسيلة واحدة. وفي حاجة تانية أرجو إنه يعني تعملوها اللي هو إن ممكن تتعمل كوبي من الجيموبلازم اللي تحفظ في المنطقة دي. وعلى فكرة المراكز الدولية إيكاردا عاملة على فكرة ده من زمان وانا عندي علم ان الكاردا في نسخه من الجيموبلازم محفوظ في الهند والهند بعت نسخه ثانيه عندكم. ولما نتصور اللي حصل في تل حد في الكاردا كان خارج التصور تماما. شوفوا حصل ايه هناك اتدمرت يعني activities of genetic resources department field of crops research institute agriculture research center prepared by Dr. Mohammed Fahmy, Head of Genetic Resources Department at Bahdeen Research Station. On production, Fendelkrops Research Institute Agriculture Research Center established the Genetic Resources Department at Bahdeen Research Station in 1987 to provide the different breeding program with the required genetic resources, which can tolerate the repeating environmental stress periodic and or abiotic stress, provide the sources of biodiversity who supported the sustainable agricultural development taking consideration the environmental and the ecological condition. Objectives, genetic resources are important for sustainable agricultural diversity under variable environmental conditions. The main activity of the genetic resources department or exploration collection, description, evaluation, preservation, documentation,
and exchange of fellow crops genetic resources. Further utilization of description and evaluation of available plant genetic resources were conducted according to the international standards identified high therapeutic value, characteristic and ensure wide genetic base. The following activities were carried out to boost genetic variability through maximizing the use of the available germplasm under the diversity pool system. The activity of the genetic resource department, the main activity in genetic resource the department at Bahdim Research Station, in lab activities, seed healthy, germination seed variability, cytogenetic lab testing, pollen grain variability, and storage pollen grain for determination of chromosomal different stages, meiotic and mitotic division as indication of cytogenetic, cytological instability in germplasm. This figure shows that different germination in different crops, barley, soybean, and illibine. The molecular marker has been widely accepted as available tool for plant breeding. Different type markers have been generally used in the assessment of genetic diversity in different germplasm and the different species or wild type. The molecular marker have been commonly used to determine the relationships between environmental change protein-based marker and DNA. This figure shows the cytogenetic lab. This figure shows the seed germination with and growth chamber in seed germination. The documentation of genetic resources, information, and the distribution of seed sampling to national research institutions for use in the crop improvement programs. The available database provides all basic information of each accession genetic resources with its exact location in the cold storage room, including the sampling. In wheat, around 1,000 accession. Besides all the important corn characteristics, designated by the breeder, the accession were recorded in the database of the Plant Genetic Resources Department. Accession is under processing. Barley, around 400 accession, including the 2 rows and the 6 rows. Sesame, around 55 accession. Flax, 120 accession.